اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه خاصه. كاميرا ميسات النهارده موجوده في اقصى الجنوب. احنا النهارده موجودين في جنوب قاره افريقيا وبالتحديد في مدينه جوهانسبرغ المدينه العظمى لدوله جنوب افريقيا. بيسعدنا وبيشرفنا يكون موجود معانا حضره صاحب النيافه الانبا انطونيوس اول مطران لدوله جنوب افريقيا. بنرحب بك يا سيدنا وبنقول لك مبروك لتجليس نيافتك على دوله جنوب افريقيا. متشكر جدا جدا على تهنئتكم بإرادة الله أن تكون جنوب أفريقيا لأول مرة في التاريخ من أيام ماري مرقص مطرانية زيها زي كرسي الإسكندرية، عشان تبقى دي في الشمال ودي في الجنوب، وأيضا في كنائس في شرق أفريقيا وغرب أفريقيا. بنقدر نقول أن صليب ماري مرقص امتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. أهلا بيكم. مبروك يا سيدنا. وعايز انبه كمان لكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، اي حد يقدر يتواصل معانا كمان عن طريق ميسات او عن طريق المطرانية، هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة الايميل الخاص بالمطرانية وكمان ارقام التليفونات. هبدأ يا سيدنا باول سؤال، مرحلة الشباب، ليه يا سيدنا بالتحديد قارة افريقيا، قارة السمراء، قارة البكر، يعني ليه نيافتك فكرت وانت شاب تبدأ خدمتك الخدمة الصعبة دي ان تروح قاره افريقيا؟ هو الحقيقه طبعا احنا لا ننسى اطلاقا ان قاره افريقيا دي مهمه جدا جدا، لان دي القاره الام، وحضر فيها ان الحضاره الفرعونيه القديمه 5000 سنه قبل المسيح تعطيها كثير جدا جدا من العمق والتاريخ. فيش قاره في العالم بدات فيها حضاره 5000 سنه قبل المسيح زي مصر، ده افريقيا. صحيح. والاثار اللي فيها لغايه النهارده بتجذب ناس كتيرة جدا من السائحين من العالم كله عشان يتفرجوا على الأهرامات. ونقول لهم الأهرامات، نقول لهم في معابد اتعملت في مثلا 3000 سنة قبل المسيح. فلا شك انه كل هذا القدم والحضارة والأصالة والمعرفة اللي كانت موجودة عند الفراعنة ليها تأثير جدا جدا جدا. لذلك مصر ذكرت في العهد القديم حوالي 200 مرة. وفعلا مصر يعني تعتبر مركز بالنسبه للمسيحيه. صحيح. صحيح ربنا يسوع المسيح ولد في بيت لحم، ولكن على طول بعد ايام قليله لان مصر هي امن مكان عشان يختفي فيها. صحيح. يعني مثلا اديك مثل، انا اتولدت في الروضه في جنب مصر القديمه، وجنبنا كنيسه ابو سرجه. والدتي كانت تاخدني لما تنزل تعمل شوبينج وامشي جنبها، ولد يعني 3 سنين حاجه، تاخدني كنيسة أبو سرجة وتوريني المغارة اللي المسيح كان بيستخبي فيها. تقول لي شوف بس المغارة دي كان بيستخبي فيها ربنا يسوع المسيح والعذراء مريم. قول لها ليه؟ أصله كان هربان من الشر اللي في القدس هناك، كانوا عايزين يقتلوه. ليه يقتلوه؟ طبعا أنا بريء كطفل، ولكن فهمتني إنه هناك تحديات كثيرة جدا جدا حتى للطفل يسوع، ولم يجد أمان إلا في أرض مصر. صحيح. عشان كده بنفرح قوي لما نقول من مصر دعوتي ابني، ومبارك شعبي مصر. الحاجات دي كلها بتفوت علينا، لكن مهمه جدا جدا جدا، وبدات تاثر فيا لما ابتديت افهمها يمكن وانا طفل. وايضا وجدت شيء اخر، ان عيلتنا والدتي من المحله الكبرى، والمحله الكبرى دي ميلاد البطرك اللي هو مكاريوس الثالث. اللي حصل كان مطران اسيوط وفرض عليه ان يكون البطرك. وبعدين عيلة بشارة القسيس في المحلة اتريها في ارتباط شديد جدا مع عيلة الشماعين اللي هم احنا. فوالدتي كانت شماعة وشماعين يعملوا الشمع ويدور القسيس. ايوه. وخرج من هذه العائلة برضه القديس العظيم الانبا اثناسيوس مطران بالاسيوي في الاخير، اللي هو كان عمه البطرك مكاريوس. وبعدين كان في برضه ابونا بشاره برضه تبع القسيس في المحله. لا شك المحله اخرجت للكنيسه قديسين. انا نشات في هذا الجو. واضح ان والدتي ما كانتش متعلمه قوي، كانت تعرف تقرا وتكتب، خدت ابتدائيه في ذلك الزمان، ولكنها كانت انسانه فيها فضائل انا ابتديت اكتشفها لما كبرت. يعني عندها كميه تضحيه عجيبه جدا جدا. يعني إنسانة تحتمل كل شيء بفرح وسرور. يعني شابة صغيرة متعلمتش، ولكن واضح قوي كان فيها روح ربنا
والدتها كمان شفت, انا شفت جدتي لا شك ان هم كانوا ناس تحس كده ان هم ناس مبروكين قوي قوي, كل ما تبص لهم كده تحس بفرحه. طبعا انا شفت والدتي, كنا فقراء, احنا عيله فقيره, والدي كان ما عندوش كفايه يكفينا ابدا, لكن والدتي كانت تحاول تخلي فقراء ولكن نغني كثيرين. صحيح. يعني مثلا اصحى من النوم الصبح الساعه 3 الصبح على دب في الحمام, ايه ده, اروح الاقيها قاعده بتعجن عجين, تقول لي لما اجيب الدقيق واخلطه بالخميره والميه في البيت واخبزه يوفر لي في الشهر 10 جنيه بدل ما اشتري عيش من السوق. ولها عرقانه ومسكينه وبتاع, لكن فرحانه جدا انها قادره تربي 5 اولاد, بنت واربع اولاد, عشان كلهم يكونوا توب في. صحيح. اختي الكبيره تحولت الى نظره وتحولت الى مفتشه في التعليم. اخويا اللي بعده لابونا رفائيل اللي هو اترسم كاهن على امريكا, احنا كلنا ثلاثه في الهيئه نفسها من الوالده واحده. فابونا رفائيل خد دكتوراه في الكيمياء والعلوم وبقى اشتغل مدرس في الثانوي لانه مشيل صبحي ميخائيل حاول بكل الطرق ولكن مفيش فايده. هو قالوا له هي كده, خد ماجستير وخد دكتوراه, قالوا له خليك مدرس ثانوي. فراح يشتكي للبابا شنوده, قال له ايه, بقول لك ايه, لا ترقيه ولا غيره, اخلع وتعالى. ورسم كاهن سنه 73 على كنيسه العذراء في الفجاله وبعته امريكا في الاول لوس انجلوس وبعد كده في ديترويت, واسس كنيسه ديترويت وعاش هناك لغايه ما راح السماء هناك في ديترويت. لغايه النهارده شعب ديترويت يحكي لك كتير عن محبه وابوه ابونا رفائيل, ابونا رفائيل صبحي ميخائيل. لا شك طبعا هو كان اخويا اكبر مني, هو في ابونا ميخائيل في الدقي وانا. ما انساش ان ابونا رفائيل كان هو اشتغل مدرس ثانوي, والدي مرتبه قليل فكان يحط مرتبه كله في البيت. ولما انا الاقي جزمتي اتقطعت بدل ما يروح يديها لزماتي عشان يدفع فيها 10 ساعات يجيب ابره وفاته ويقعد يلحى بنفسه. يعني شفت حاجات عجيبه, او شفت والدتي, شفت اخواتي, فحسيت ان انا التضحيه دي شيء جميل جدا جدا جدا. ولا شك ده هذا قادني الى ان اروح في حته المصريين كلهم بيقولوا انت مجنون لو رحت هناك. قالوا عليا مجنون. لكن حسيت بان لابد الخدمه يكون فيها عطاء وبذل وتضحيه, وده اللي عم عاوز ربنا يسوع المسيح. سيدنا دي كانت مرحله الطفوله. خلاص عرفنا ان الاب لا, قبل ما تعرف الطفوله عايز احكي لك حته صغيره. اتفضل يا سيد. ان احنا خلصنا 3 سنين روضه انا وابن عمي. ابن عمي كان الانبا صموئيل اسقف شبيل القناطر. وكنا الاثنين تقريبا سن بعض. فدخلونا مدرسه الامريكانيه في الفجاله. واحده ست امريكانيه فتحت بيت كبير عملت مدرسه. ابن عمي كان يقول له خده معاك, هو اصغر مني ب7 اشهر. خلصنا 3 سنين روضه, تعلمنا انجليزي كويس قوي قوي. وبعدين دخلونا المارونيه. هو بقى كان يتاخر, انا احب اروح مظبوط ونمشي مع بعض, يقول خد ابن عمك معاك, بس هو يعطلني. رامي جزمه فرده كده وفرده كده عشان اروح اخده معايا يعطلني, بقيت اسيبه وامشي. اتاري نظام المدرسه دي لو الواحد يجي متاخر كم مره ورا بعض يحبسوه من السبت, لانه لو حتى ما اتحبسش من السبت يترفد بقى من المدرسه. فكذا مره اسيبه وامشي يروح متاخر, في الاخر قالوا يبقى ده عليه حبس يوم السبت الجاي من 8 صباحا للساعه 4 بعد الظهر. رحت بقول لها ام والدته, بقول لها ابنك النهارده عليه حبس ولو ما حضرش الحبس هيرفدوه. قالت لي ابني النهارده صاحي وشه اصفر وعنده حراره وسخونيه مش رايح. قلت الواد لما راحش هيرفدوه. صحيح. رحت بداله. رحت اتحبست مكانه. قلت الوالده ده رايح المدرسه, قال لي تعمل ايه النهارده؟ قلت له رايح اقعد هناك شويه في المكتبه. قال لي روح. دخلت في الفصل وقعدت حبست نفسي من 8 لـ4. جه بقى نظر المدرسه الكبير كان اسمه ابونا طعمه, دخل عشان يفتش على العيال. فتش على العيال. نادى عليه, نادى عليه, قال سامع عدلي. فانا وقفت قبل, قال ضحكت. ضحكوا ليه؟ قال ده اصل سامع عدلي ده. قال لي اسمك ايه يا ابني؟ قلت له انا فلان. قال لي انت جاي ليه؟ قلت له جيت بدل ابن عمي. جيت تحبس مكانه. قال لي ليه؟ قلت له جيت تحبس مكانه لانه لو هيترفض لو ما جتش
بص لي كده الحياة، وبعدين قال لي طب استنيني بره. خلص وجي خدني مكتبه، قال لي ايه اللي خلاك عملت كده؟ خايف عليه يترفض، برضه ابن عمي، ولو هو اتأذى انا تأذيت. الراجل حضرني بحب شديد جدا وقال لي ابني انت نادر الرساله. قلت له امي هي اللي علمتني بنتي كده. حسيت انه بعد كده لما ابتديت تعدي 14 سنه حبيت ان انا اخدم القريه، لما دريت عن احتياجات القريه. لقيت لهم احد يذكر، قالوا 4000 قريه في مصر كلهم معزولين، لا كاهن ولا كنيسه ولا مدرسه احد باطفالهم. بس اسمح لي يا سيدني، 14 سنه دي ده ولد صغير محتاج يلعب. ايه اللي يخلي هقول شاب قاهري يتجه فكره انه يروح لقريه، قريه فقيره، فرد يلعب، فرد يتنطط؟ انا مش عارف، كنت دايما في حساسيه في قلبي نحو المحتاجين. وقال محتاجين تماما. يا اما اول ما سمعت عن القريه محتاجه 4000 قريه في مصر، وبداوا بتوع الجيزه ياسسوا خدمه القريه. مره في يوم الخميس في كنيسه العذراء في الفجاله درس كتاب للشباب. فبعد ما خلصنا واحد وقف قال لي يا جماعه بكره الجمعه في كنيسه جزيره بدران في اجتماع لخدمه القريه، هنعمل نشاط، نبعت شبان من القاهره للقرى القريبه مره في الاسبوع على الاقل ينمون درس كتاب للاطفال والعواجيز. طيب الجمعه رحت على طول، قلت ايه حكايه القريه دي؟ الله، ده الناس محتاجين. فاستغربوا قوي، قال لي بتتغير صغير خالص 14 سنة؟ قلت لهم اه. طب يا ابني انت بس؟ قلت لهم لا انا عايز اروح. قالوا طب استنى كم سنة؟ قلت لهم لا هروح، عايز اروح بكرة. جابوا لي واحد عجوز، قالوا عشان يعني يعدل شوية مصر. طلع ان الراجل عنده هوسة. ما فيش جم، روحنا مع بعض اول مرة، وتعلمت ازاي اوصل للقباط. طبعا هناك اغلبهم مسلمين. القرية كانت فين يا سيدي؟ ابو زعبل البلد. دي بره خط المرج. كنا ناخد قطر من كوبري الليمون يودينا المرج، وناخد قطر تاني الشاش ننزل معطى ابو زعبل. نزلنا هناك ما نعرفش حاجه خالص، قابلنا واحد ماشي في الشارع ما نعرفش ده مين. ما تعرف ليش فين عم حنا؟ قال لا عم ملاك، انا عارف عم ملاك. قال ايوه هو ده هو ده. رحنا عند عم ملاك وبدات خدمه قريه جميله بشكل، حسيت ان انا بفرح ان اقعد معاهم على العصيره. عايزين يجيبوا لي ميه يجيبوها من الترمبه اللي كده دي، ومولع بقى صاروخ لمبه مش عارف ايه، ونقعد مع بعض. ولو حابين ناكل حاجه يعني مثلا يعملوا الطريقه فلاحي جميله قوي قوي، يديني فاكهه معاهم. حبيت القريه جدا رغم ان بيئه مختلفه خالص. انا جاي في القاهره بقى والفجاله وطرق واسفلت وكهرباء ونور وبتاع، هناك ما فيش حاجه خالص. ولما تمطر هناك طينه بقى ووحل، لكن برضو هذا كله لم يمنعني عن خدمه القريه في ابو زعبل البلد يوم الخميس كل اسبوع 16 سنه. طب سيدنا دلوقتي طفل 14 سنه وبيروح لوحده، نيافتك كنت بتجيب الفلوس منين؟ كنت باخد المصروف بتاعي بتاع جيبي واصرفه. وبعدين قالوا لي لا احنا خايفين عليك، منعوا المصروف وهي تستلف واروح. يعني مفيش، ما حدش هيمنعني. حسيت ان انا في دافع داخل في قلبي ان انا عايز اروح للناس دول، حبيتهم وحبوني. ولعلمك بعد 16 سنه رحت اثيوبيا، لكن هذه الكنيسه خرج منها رهبان وكاهنه واسف. في ال 16 سنه يا سيدنا، او نقول في بدايات، ما كانش فيه شويه محاربات، ازمه في الفلوس، حد بيقول شاب صغير عايز يلعب ازاي يسيب اللعب ويروح قريه مكان بعيد؟ لا، كنت حاسس ان عليا واجب، بدل ما انا اقدر اعرف حاجه والناس محتاج لها ليه امنع عنه؟ احكي لك مثلا حكايه عشان ربنا واضح ان ربنا كان عايز يوريني حاجات يخلي حياتي ليها مسار معين. انا كنت بالعافيه بلم المواصلات بتاعت الاتوبيس او القطر. مره رحت القريه وطولت شويه، عملت مس احد اكتر وبتاع، ففاتني القطر اللي هو اخر قطر. انا كنت واخد معايا في جيبي، كان في زمان قرشين ساغ مضلعه كده فضه. فكان معايا هو السكه 3 قرش ونص رايح وجاي، وانا رايح دفعت 3.5، وانا جاي بقى قعدنا على الحصيره، فيظهر القرشين ساغ دي اتدحرجت من جيبي. لما رحنا لقينا القطر مشي، خدت اتوبيس. الاتوبيس ده بيروح بقى يمر على جبل الاصفر وحتت ضلمه بالليل وحاجه يعني خطيره. وبعدين دخلت في الاتوبيس قعدت تذاكر 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 كله 3.5 3.5.
انا بقى لما لقيت راجل جاي قعدت افتش نلاقي النص ال 20 ساعه دي معايا قرش ونص بس. قعدت اجري في الاوتوبيس من ورا لغايه ما قعدت في الكرسي الوراني خالص عشان افكر اعمل ايه في القضيه دي. الكمساري جاي لي وما عنديش، هم عندي قرش ونص بس وانا عايز 3.5. قعدت على الكرسي الوراني خالص لما الاوتوبيس ينط ده يخبط راسك في السقف لغايه ما الراجل جه لي قال لي تذاكر. قلت له يا رب قول ايه؟ قلت له هي بكام التذكره؟ اللي 3.5 لكن انت كفايه 1.5 هات. هو قال كده يا سيدنا. شوف دي بقى تخش جوه تعمل ايه؟ طبعا لما رحت كينيا على طول في اول سنه في كينيا تلاقي لي واحد مشعوز مسمي نفسه قيصر القبطيه خدني عنده في منطقه بحيره فيكتوريا وخدني في اوضه النوم بتاعته ودخلني جوه حبسني وطلع سيف. طلع سيف وقال لي انا طلبت منك تبعتني مصر عشان اترسم بابا الافريقي وطلبت منك تديني 200,000 دولار عشان اوزعه مع الشعب وطلبت منك تبني لي كاتدرائيه. انت كذاب. قلت له مش كذاب. قال لي انت كذاب. قلت له مش كذاب. انت بتدعي ان انا وعدت. انا ما وعدتش. انت قلت لي لكن ما عنديش. طلع لي سيف وقال لك يظهر لما يقول لك ايه؟ فراح نازل طلع بالسقف كده طلع فتحه بالسقف طلع سيف وطلعه من بتاع ده هو واقف قدامي الشماس بتاعه واقف في الركن كده خايف خالص خالص وراح حاطط السيف وقال لي انت كذاب اللي اقول لك هل لازم تعملها. الحقيقه منظر صعب. المفتاح حطه في جيبه. بعدين الحقيقه خفت في الاول طبعا لا شك طبيعه انسانيه يعني. قلت له يا رب انت معايا هنا انا حاسس بحضورك معايا هقول ايه؟ وبعدين بصيت لقيته عمال يقول لي انا هقتلك انا هقطعك. السيف ده حامي خالص. قلت له حامي حامي. نادأت بقى كل القديسين اللي معاهم سيوف. كنيستنا مليانه على فكره. ده يعني لو تحسبهم قلت ناديتهم كلهم. وبعدين قال لي انا هقتلك. قلت له بقول لك ايه؟ بطل الحكايه دي. لو ربنا مش راضي انك انت تقتلني النهارده قبل ما تمد ايدك عليا ربنا يقدر يعمل كده. قال لي صحيح. قلت له اه صدق ما هو مش عاوز. قال لي كلام ايه ده؟ راح شال السيف وحطه على الترابيزه وقال لي قول تاني. انا تهت انا مش عارف قلت ايه مش عارف ايه اللي خوف. الموقف صعب طبعا. قلت له اه صحيح انا بقول لك لو ربنا مش رايد انك انت تقتلني النهارده قبل ما تمد ايدك عليا ربنا يقدر يعمل كده. قال لي صحيح. قلت له اه. قال لي عرفت منين؟ قلت له بالانجيل. انت بتدعي نفسك انك انت بابا مقدس ما بتقراش انجيل بتقرا حاجات تانية لكن انا بقول لك كده. قال لي انت شايف كده؟ قلت له طبعا. قال لي ايه اللي موجود في الانجيل؟ قلت له ربنا قال ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد. صحيح. خالص خالص خالص. وبعدين قال ايه كمان؟ قال وان شربتوا ثم مميتا لن يضركم. انا مش خايف منك. بطل الحكايه دي لو سمحت. وافتح فتح وطلعني. طبعا كانت الخروجه في الهواء بتاعت مدينه كيسومو في كينيا دي كانت هواء جميل جدا والحريه اجمل. صحيح. طبعا مره ثانيه حط لي سم في الاكل. لكن باعتبار انا درست الطب ودرس علم السموم حسيت بالسم. دقت كده وبعدين سبته وكلت عيش. وتاني يوم جه الصبح يقول لي تعالى بقى يلا هنصلي. وبعدين قال لي انت ازيك النهارده؟ ازيك؟ قلت له انا كويس. قال لي قالوا انك انت نمت كويس قوي. قلت له بس ما اكلتش. قلت له لا اكلت اكلت يلا بدا يشتغل. بس حط المذبح بقى عشان يعمل العظات بتاعته. هو مش عاوز يعني مثلا مراتي بشرب بالاسلام بالبوذيه ويكلم كذا لغه اي كلام. والشعب بتاعه فيش خالص مسكين زي الغنم. بس طبعا هو حط البتاع ده هو وكان يسرق بقى الحاجات من كيس الكاتوليكيه اللي جنبه ويستعملها. هو ابتدى يرتب كده وبتاع. انا بصيت هو طبعا البوابه بتاعت بيته طول الليل مقفول لكن فتحوها بقى عشان الشعب يخش. انا بصيت كده لقيت الدنيا هاديه. رحت نطف عربيتي حطيت الشنطه وسقت العربيه وجري. قال لي فادر فادر فادر. قلت له جود باي. شفت بعديها بكام سنه في السجن لانه اضر الناس. نعم. احنا اتكلمنا عن الطفوله واتكلمنا شويه عن مرحله الشباب. ايه اللي يخلي الفكره تيجي في دماغ شاب لسه طالع للدنيا
كلية الطب، لسه قدامه مستقبل، ممكن يتجوز، ممكن يكون محتاج لفلوس. نيافتك قريت كتاب أو شفت فيلم أو كان ليك حد مرشد بيتكلم عن أفريقيا عشان الفكرة دي تكبر وتنمو في فكر في في ذهنك يا سيدنا؟ لا إطلاقا ما قريتش، لا شفت فيلم ولا قريت كتاب. وسألني السؤال ده على فكرة أبونا أنطونيوس السورياني اللي أصبح البابا شنودة، لما قعدت معاه أول مرة قال لي هل تأثرت بكتاب؟ تأثرت بفيلم؟ قلت له لا، أنا أكتر حاجة حركت قلبي وأنا في الفجالة إن في ناس في القرى محرومين وعندهم احتياج، وإذا كناش إحنا نوفي احتياجاتهم يبقى إحنا فعلا ما بنعملش زي المسيح. وده اللي حاطه ربنا يسوع المسيح في متى 25، كنت جعانا، كنت عريانا، كنت عطشانا، كنت كده، ولم تقتلوني ولم تقتلوني اذهبوا عني. لكن قال التانيين كنت جعان اديتوني، كنت عطشان شربتوني، كنت عيان زرتوني، كنت. قال له متى يا رب؟ قال له ما تفعلتم بأحد هؤلاء الأصغر فبي قد فعلتم. لا شك هي دي كانت كل حاجة بتحركني أن نروح نحو المحتاجين. البداية بقى يا سيدنا، خلاص أنت في كلية الطب، شاب بتدرس، البداية جت إزاي؟ خلاص أنا خدت قرار أني الأسبوع الجاي هروح أفريقيا، إزاي؟ لا هو ما طبعا في كلية الطب كنت حاسس من أول يوم في كلية الطب أن أنا مش هطلع دكتور عشان الخمسة عين. كنا نقعد في الجروب التشريح، طبعا هي الجثة بتتقطع الثمانية، كل أربعة ياخدوا ذراع ورجل، لما بقيت الجسم كنا نشرحه كله نقعد سنتين. فكنا نذهب من التشريح نقعد ندردش، فيقول لك هم بقى الآخرين كلهم يقول لك إيه الخمسة عين، العروسة الغنية والإمارة والعيادة والعربية المرسيدس والعزبة. يقعدوا يقولوا في العيادة خمسة عين، يقول لي طب وانت؟ لا مش سكتي دي. وكنت بقولها باقتناع، انا مش بدرس طب عشان كده، لا انا النهارده حتى القسم بتاع الطب الخصوصيات في التخرج ليس فقط لاجل الماده، لا ده من اجل العيان المريض اللي محتاج العلاج والشفاء. صحيح. فالقسم ده بيقول انا اقسم بان انا ادور على الحياه، على مساعدة الناس المتألم، الحاجات دي كلها. فكنت حاسس باحتياج الناس، احتياج الناس. طالما انا طبيب ما يبقاش ابدا الخمسة عين ابدا. كل ما يقولوا لي انا مش سكتي، يعني ايه مش سكتك؟ طبعا عرفوا بعدها على طول ان انا بعد ما خلصت، هم كلهم كانوا يعني خرجوا مع بعض حوالي يعني مجموعة حلوة، بس عرفوا بعد كده ان رحت اثيوبيا، فعرفوا ان سكتي انا كانت ايه. فجم سنة 2000 وكم كان بقى لنا بالظبط متخرجين حوالي 30 سنة، طلبوا ان يقعدوا معايا وعملوا قعدة حلوة قوي في نادي هليوبوليس في مصر الجديدة، واجتمع حوالي 20 واحد منهم وقالوا احنا مستغربين جدا انك كنت عمال تقول الخمسة عندي مش عايزها، عرفنا انت دلوقتي ايه بالظبط. وحبوا يسمعوا جدا 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 عن خبرتي في افريقيا من اول يوم بعد ما سبت مصر ورحت على اثيوبيا. سيدنا انت سبت مصر ورحت اثيوبيا، كان نوع من انواع الخدمه ولا كان الموضوع خدمه وفي نفس الوقت كان شغل؟ شوف زي ما قلت لك انا حسيت انه يعني ابص الاقي في الجرنان مثلا سفاره جلجابون طالبين اطباء للعمل في ليبريفيل مثلا، اخذ الجرنان واروح لانبا صموئيل اسقف الخدمات، اقول له سيدنا هنروح الجابون، يا ابني جابون ايه؟ استنى شويه بس مالك كده؟ اقول له انا حاسس ان انا الطب بتاعي ده، وفي مصر دكاتره كتير قوي 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 زياده عن اللزوم، وبعدين بيعملوا فلوس، انا مش عايز فلوس، انا عايز اروح اخدم الناس. يقول طب استنى احنا هنحاول معك. فالحقيقه كان بيتعاونوا معايا، ولكن لمده 10 سنين من تخرجي لم اجد وسيله ابدا غير حاجه واحده. الدكتور كروس كان رايح اثيوبيا سنه 65 لان الامبراطور هيلاسلاسي عمل في اثيوبيا لاول مره من كذا قرن اجتماع للاورينتال اورثوكس تشيرشز اللي هم الشرقيين. فبعت الانبا صموئيل الانبا اثناسيوس، كان زعلان وقتها مش مبسوط وقاعد في دير مريمينا، لكن هم قالوا هم رايحين اثيوبيا يحضروا المؤتمر، وكان هيلاسلاسي مصر ان اللي يفتتح المؤتمر اكبر بابا في الكنيسه كلها، لكن الانبا كروس كان زعلان فبعتهم. انا دريت ان هو بقى رايحين اثيوبيا، قلت الله، رحت البطرخانه ادور عليهم اطلاقا،
عرفت معاه طريقته. رحت لهم الساعه 3 الصبح في مطار الماظة رايحين يوزنوا ويسافروا. لقوني واقفين. كان مين اللي جابك هنا في الساعه دي؟ تحس كده فعلا ان كان في شيء غير عادي. هم بصوا لبعض كده وقالوا لا لا لا، اللي يخليه الساعه 3 الصبح ده دليل انه هو عنده يعني في حاجه قويه في داخله. صحيح يا ابني، ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ قلت له الله، انا جاي افكركم وكلمتكم في حكايه افريقيا النهارده عشرات المرات وانتوا ناسيني. قالوا لا يا ابني، ما دام انت جيت لغايه هنا يعني عسينا بالموضوع ده. صلي، مش هنرجع من اثيوبيا، هنحاول نشوف لك حاجه هناك. قلت له مش رايحين كينيا؟ قالوا لا، رايحين بس اثيوبيا. فاكر انها شبرا العباسيه نوع من انواع الفصال يا سيدي لكن برضو المحتاجين يعني. فاتم راحوا هناك في اثيوبيا. طبعا اخر الامر ان البابا كيرلس هيلاسلاسي رفض ان المؤتمر يتفتح. بعت واحد قبطي صعيدي من عايش في اريتريا، راح لبابا كيرلس قال له، حط الطياره الحبشيه في المطار قال له مش هتطلع من غيرك. فالبابا كيرلس سافر، هو عم افتتح المؤتمر والى اخره. لما رجعوا بقى كنت ملوف عليهم قوي. ايه اخبارك؟ قال في عندك اخبار كده الوليد حلو قوي، بس ادينا فرصه عايزين نقعد معاك. جابوني الانبا اثناسيوس والانبا صموئيل. الناس دول كانوا يعني الحقيقه قديسين. وقفلوا الباب وقالوا لي خلاص هتروح اثيوبيا وهتكون صانع خيام. ايه صانع خيام يا سيدي؟ قال يعني الكارز الذي يكافئ احتياجاته بيديه. زي بولس ما قال، قال ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما تاني يديه. يعني قالوا انت عندك مهنه جميله جدا مطلوبه جدا، وفي الحبشه كان مندوب مدارس الاحد في كنيسه الحبشيه وزير الصحه، ونالوا على دكتور ممكن يشتغل في الكنيسه يعلم ينشئ مدارس احد وشباب ويشتغل في الطب. قالوا هو ده اللي احنا عايزينه. بعتوا لنا ورقه ونديله عقد. كان وقتها مديد غالي اللي هو قريب بطرس باشا غالي عايش هناك، فبعتوا له ويعني ابتدى وخلصنا الورق وسافرت يوم 26 مايو 66 اول مره. بس العقبات كانت شديده جدا جدا جدا. يعني واحده منهم في مارس 66 الاجراءات خدت كانت وقتها روتينيه جدا. المهم مارس 66 يعني خلاص تقريبا خلصت، فاضل حاجه واحده. قالوا لي تقدم الورق في حاجه اسمها الصحه الدوليه. رحت وزاره الصحه لقيت مكتب اسمه الصحه الدوليه، قدمت مريض استماره يسمحوا لك بالعمل في خيام. ما فيش بعديها يومين ثلاثه رجعت بالعاده بالليل. كان صيامي كبير، قاعدين بناكل لقمه صيامي كده واخبار 11 بتاعت مصر دي في الراديو. قرار من رئيس الجمهوريه بمنع الاطباء والمهندسين لاحتياج الدوله اليهم. مفيش حد يعمل في الخارج تماما خالص، لا بالذات اطباء ومهندسين. الدوله محتاجاها. طب ده ينطبق عليها خالص. والاستمرار ربيتها في الساعه الدوليه دي، رحت سايب اللقمه وقمت رحت اوضتي. والدتي جت ورايا، يا ابني صلواتنا استجيبت، يا ابني انا وابوك محتاجينك، وانت الدكتور الوحيد في ولادنا، واحنا كبرنا في السن. وبعدين قلت لها معلش انا مسافر. تروح الحبشه ليه؟ تعمل ايه هناك يا ابني؟ بل الحباش دول كانوا خدامين بتوعنا. قلت لهم انت تبقى خدام على خدامين؟ قلت له قلت لي ليه؟ قلت له المسيح قال كده. قال لي انت منك اتجننت، هنجيب لك دكتور. قلت له دي مش محتاج. افتح الانجيل مارس مرقس 3 الاقي يقول ايه؟ وجاءوا اقرباؤه ليأخذوه لانهم قالوا انه مختل العقل. ربي يسوع المسيح. قلت له الله، بيقولوا عليك تمام انا معاك، احنا مختلين الاثنين نمشي سوا. صحيح كنت فرحان جدا جدا انه ماله عليا. قلت لها بصي لو سمحت، سبقت 12 وقعدت تقول لي بلاش الحكايه دي. خليتها تخرج، قفلت الباب وركعت على الارض وصليت بدموع واتخنيت مع ربنا. انا بجد قلت له يا رب انت اللي حطيت الرغبه فيا دي. دي شيء غريب جدا، كل الناس بتستغرب ايه افريقيا دي؟ زي ما انت بتستغرب دلوقتي، يا تشيلها يا تحققها. أنا بقى لي 10 سنين عمال عافر وكل باب يتسد. لا اديني إعلان يتحققها الرغبة دي لأفريقيا،
يا تشيلها. الحقيقة بكيت وبعدين نمت، دخلت نمت الساعة 12 كده برضو يعني بزول. ما فيش حاجة هتتغير؟ ما فيش. نمت، الباب البلكونة كان مفتوح على شمالي كده وباب الأوضة مقفول. الساعة 4-5 عند كده يعني عند شق الفجر زي ما بيقولوا، صحيت قعدت فتحت الإنجيل وطلعت المزامير، قعدت أعرف المزامير، بصيت بعد شوية لقيت كأن الأوضة نورت، كأن المكان وسع، كأن السقف مفيش، السماء كده. برفع ايدي بالكتاب انا صاحي، لقيت واحد واقف في الاوضه. في حد واقف في الاوضه؟ واقف في الاوضه، انسان شايفه، وشه ابيض وجميل ولابس ابيض وعليه هاله، واقف بيبتسم وقال لي هتروح افريقيا وربنا هيكون معك. قال لي كلام كتير كتير. قلت له تعدلت، قلت له طب بس انا عايز افهم ده يروح فين من كلام رئيس الجمهوريه؟ صحيح. قال لي جاب لي جايب لك رساله من الذي يفتح ولا احد يغلق، وابتسم كده وخرج. قلت له استنى بس، استنى انت مستعجل ليه؟ ده احنا عايزين نقعد ندردش. ندردش مين؟ اختفى. الحقيقه قلت الله ايه دي؟ حلم يغزى؟ ظهور الهي؟ ده ايه ده؟ برضه يا سيدنا ما كنتش متاكد من رغم ان انت شفت الرؤيه دي، ما كنتش عارف ان الموضوع ممكن يتم او ما يتمش. لا طبعا هو لما قال لي كده الحقيقه طمنت جدا. ولكن برضو اب اعترافي كان الاسقف شنوده، وكان وقتها قاعد في القلايه بتاعته في دير السوريان، كان في شويه شد بينه مع البابا كيرلس، فقال له اقعد في قلايتك. انا خرجت لبست ورحت خبطت على والدتي، قلت لها كلمي العيادات والمستوصفات كله، انا مش رايح الاسبوع ده خالص، انا رايح الدير. يا ابني يا حبيبي ما قلنا لك بلاش، وتسيبوا حاجات افريقيا دي وبتاع، نزلت تجري على السلم وهي بتقول يا ابني ارجع. جريت على السلم في الفجاله، رحت على النصيه الفجاله وشارع الجميل، لقيت تاكسي قاعد بيسخن الساعه 6 الصبح. نطيت فيه قلت له اديني التحرير. وصلت هناك لقيت اتوبيس الصحراوي بتاع اسكندريه بيسخن، نطيت فيه. لقيته نزل في الريست هاوس، لقيت لوري شايل اسمنت رايح الدير بيسخن. صدقني كان عارف حاجه مترتبه يا سيدنا. لقيت نفسي في الدير الساعه 8 وشويه. مشيت رحت قليت ابا شنوده، خبطت باب حديد كده، قال لي مين؟ قلت له انا فلان. قال لي انت جيت امتى؟ انت بقيت هنا؟ قلت له لا. قال لي جيت امتى؟ قلت له دلوقتي. الحاجه مستعجله؟ قلت له ايوه. طب اقعد انا جاي لك. سابني شويه كده وفتح وسلمت عليه وقعد فوق وانا قعدت تحت. حكيت له القصه دي. سكت كده وقال لي حكيتها لحد؟ تقول لي اول مره، مش عايز اجينا لحد غيرك يعني، انت اب اعترافي تقول لي. سمع كده شويه وقال لي يبقى ربنا عايز يقول لك حاجه. قلت له صدقني انا جاي لك عشان اخد منك المشوره. تبقى ايه دي؟ حلم يقظه؟ رؤيه؟ قال لي بص ما تعللهاش، سيبها، لو اتحققت تبقى من الله. كان هنا بقى سنة 95، وكنا قاعدين في عربية مسافرين رايحين باريس اللي هتروح فيها يوم الأحد، وقاعدين جنب بعض في الكرسي الوراني. بقول له سيدنا فاكر في الستينات 66 جيت لك في القلاية بتاع دير السوريان، قلت لك على حد زائر زارني في البيت، وانت قلت لي ما تفك ما تحل ما تعللهاش، لو اتحققت بقى من الله. صحيح. سكت كده وقال لي يبقى كانت من الله، لانه جاي في جنوب افريقيا وشاف كنايس سبع خمس ست سبع كنايس غير كينيا وغيره وبتاع. فسكت كده وقال لي يبقى كانت من الله. ايه اللي تم بعد كده يا سيدي؟ نعم؟ بعد ما اتكلمت مع اب اعترافك مثلث الرحمات الانبا شنوده، ايه اللي تم؟ اللي تم بالظبط الاتي، انه الانبا صموئيل يعرف رمز ستينو كان وزير التموين، الوزير القبطي، فكلمه قال له في دكتور كذا 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 والحبشه بعتت له عقد وعايزينه جدا، هيخدم على الشقين الكنسي والطبي، وهو مستعد يروح وحابب جدا الخدمه دي، مش قادرين نوقفه. فقال له خلاص لا لا انا هسال وزير الصحه، كان اسمه النبوي المهندس. بقى بصيت لقيت انبا صموئيل قال لا هات ورقك. ف يوم 1 مايو
في نفس السنة عبد الناصر خد القطر الملوكي وخد الوزراء معاه ورايحين السويس عشان يلقي عيد خطاب عيد العمال. جت قعدت النبوي المهندس وزير الصحة مع رمز ستير، فافتكر رمز ستير موضوعي، قال له لا لا ابعت لي ورقة وانا همضي استثناء. يوم 2 مايو قال له تعالى خد ورقة مستثنى. شايف يا سيدنا ان ده موضوع غريب جدا، ان هو لما يقابل سيادة الرئيس يتكلم معاه في امور يعني امور شخصية تخص نيافتك مش بتخص شخص عادي، يعني مش حاجة الحقيقة مش حاجة مهمة. يعني الحقيقة الورق لما بعته الأنبا صميل باهتمام شديد مع سكرتيره والسواق لرمز ستينو، ورمز ستينو بعته وهم قاعدين للنبي المهندس، والورق رجع في نفس اليوم عليه امضى بالأحمر يسافر إلى الحبشة تصريح الحبشة باستثناء خاص ماضي بالأحمر. كان نفسي أعملها كنت فوتوكوبي إنه هذه، بس يعني مش لاقي فوتوكوبي. المهم 26 يونيو كنت في الطيارة. سيدنا قبل ما تسافر أنا عرفت من يافتك إن أنت قابلت البابا كرولوس. البابا كرولوس قال لك ايه؟ شوف هو البابا كرولوس الحقيقه يعني هو خدني ليه الانبا صموئيل وقال لي ما تسافرش البلاد دي الا لما تاخد بركه هذا القديس. وكان اول مره اخرج بره مصر، ولكن حصل حاجه قبل كده يعني برضو اثرت فيا جدا. الانبا شنودة اللي هو انطونيوس السورياني كان ماسك بيت الشباب في دير السوريان. وبعدين كان في عيد طويل يعني عيد المسلمين انا وابن عمي اللي هو اصبح انبا صموئيل قلنا نروح الدير نقعد اسبوع. فوصلنا الريست هاوس، اضطرينا نمشي من الريست هاوس لغايه دير السوريان يعني. فعلا وربنا مش قادرين نمشي حوالي 16 كيلو، وانت عارف الرمل بياخدك خطوه يرجعك ورا. ففعلا كذا مره اترمينا على الرمل مش قادرين نكمل. اخيرا وصلنا. اول ما شافنا قال لي انتوا مرهقين قوي، ده انطونيوس السوريان اللي هو البابا شنود. اقعدوا 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 اقعدوا، جايين ازاي؟ قلنا جايين ماشيين. قال لي لا لا دي بس هي بيخبط في بابور غاز ولعه، وبعدين جاب صاج وحط في ميه وجاب الميه وحطها تشت وبدا دلق فيها قمح ملح وحركه وقال اخلع هات رجليك. قال بقول لك اخلع جزمتك وشرابك هات رجليك يا ابونا. كان بقول قال له قال لي اسمع قول حاضر وتعمل اللي بقول لك عليه. حاضر بس يا ابونا انا بتناول غسل المسيح من ايدك. قال لي بص اصل مش انت اللي تقول لي اغسل المسيح اللي قال انا غسلت ارجلكم لكي تغسلوا ارجل بعضكم من بعض. صحيح. ويا بطرس لو ما غسلتش رجليك مفيش نصيب معايا. حتى نصيب يا رب ما نكون سمعت. قال له اه لا استتدري الان ما انا اصنع لكن استتدري في بعد. وقتها يا سيدنا كنت فاهم الانبا شنودة كان يقصد ايه من غسل الرجلين؟ هو طبعا قال لي نهاريها قال لو ما عملناش مساج في رجليكم بطريقه معينه بكره مش هتقدر تقف، هتلاقي رجليك ورمت كده. بس ما كانش ده السبب الاساسي في غسل الارض. لا شوف هو لا شك انه عمل واجبه كاب. وطبعا هو خد بركه لما المسيح قال انا الاب والمعلم والسيد. صحيح. انا غسلت ارجلكم عشان انتوا تغسلوا بين بعض. دي مهمه قوي قوي حقيقه، انه واضح ان ربنا لما شاف ان عندي استعداد ان انا اقدم اي حاجه لاي حد محتاج هتوصل لدرجه الحكايه دي. فلما غسلت رجلي ارتحت جدا جدا، ولكن حسيت صحيح انه كل لمسه صوابع بتاعته على رجلي مش بتلمسني في رجلي، لا ده في كياني كله أب اعتراف وبيداولني وبياخد اعترافاتي. لما بقى بابا بقى طبعا انا قلت له مره قلت له على فكره انت غسلت رجليا. قال لي اسكت. قلت له لا مش هسكت ما اسكتش لان المسيح قال لنا تغسلوا ارجل بعض على مدى الاجيال. لفت الايام انا مسافرت الحبشه 26 مايو 66 الانبا صموئيل قال لي تعال خد بركه البابا كيرلس. رحنا له في البطرخانة القديمة. قال لي يا ابني اهلا انت اسمك ايه ورايح فين؟ قلت له رايح الحبشة. قال لي هتعمل ايه يا ابني؟ قلت له انا حاسس انه الكنيسة الاتيوبية محتاجاني في تعليم الاطفال والشباب والحاجات دي، ووزارة الصحة عايزاني. فقالوا لي انا صانع خيام زي بولس الرسول. هيبقى عندي مرتب ووظيفة واشتغل بقى زي ما انا عايز. قال لي يا ابني
انت الخيط الرفيع الوحيد بيننا وبين الحبشة. قصدت عملناه قال لي عملناهم معاملة سيئة جدا وترئيسنا عليهم خسرناهم يا ابني على مدى 16 قرن ما عرفناش نكسبهم. خسرناهم بالسيطرة والبتاع. اخسر رجلهم يا ابني عشان تكسبهم. نفس الجملة. حسيت انه عمليا جزت فيها. رايح على افريقيا كلها تقول لي اخسر رجلهم. طبعا الحقيقة لا شك اني كانت بالنسبة لي طريق امشي فيه. ولست تعلم ما انا اصنع لك ستفهم فيما بعد. صحيح. مرة بعد بدايتي في كينيا وقعدت 9 سنين وبعد كده رسمت اسقف في شمال افريقيا. كنا موجودين في القاهرة مع البابا شنودة قاعدين في عدد اسقف كبير. قال لي اما تقولش نفسنا نعرف كلنا بتكسب الافريقيين ازاي؟ بتكسبهم ازاي؟ انا فاهمين ان هم عايزين منافع. منافع. منافع هو قال لي كده. كلنا بنبص لبعض نقول بيكسبهم ازاي؟ عايزين منافع تدي له حاجة ياكلها ينبسط. تاخده تجيب له حتة كباب في رمسيس جنب الهمبرويس. يعني انت بتكسبهم ازاي؟ قلت له سيدنا الناس دول محتاجين ان الواحد ينزل تحتهم عشان يرفعه. صحيح. وده اللي ربنا عمله مع يسوع المسيح لما غسل رجليهم. شغل رجل غسل رجلين ده بتاع العبيد والخدمين. لكن انا قال لك مستعد انا ان اكون ده اللي بيقول عليه بولس الرسول صرنا عبيدا لكم من اجل يسوع. هي دي الخدمه. صحيح. صحيح. عشان كده خدمه افريقيا في الاول تعثرت جدا. انا بديت فيها سنه 76 في كينيا يناير 76. تعثرت جدا الخدمه نتيجه ما حدش عايز يضحي معايا. تقول تيجي معايا كينيا؟ يقول لك افكر. تروح مع امريكا؟ اه. تروح كندا؟ اه. اروح اوروبا؟ اه. افريقيا؟ سيبنا لما افكر. ده السؤال يا سيدنا اللي انا بساله لنيافتك. عايز التضحيه. بتتعامل ازاي مع الناس؟ في ناس عندها ثقافه بتقول ده شعب اسود. هنتعامل مع ناس سود. وقبل كده كنت سامع الكلمه نفوس خلقها المسيح عشان تقبله. وفيها مكان للروح القدس. ناس بسطاء. ناس لما توصلهم كلمه ربنا بيحبوها. شفت امبارح الاسبوع اللي فات ما تخاف وسطكم امبارح ناس بترتل من قلوبها. اولادنا دول اللي شفتهم امبارح دول اللي كانوا مع شباب مصر قالوا مثل حي اهو. ولما يتحط على الكاميرا بتاعت ميسات الناس هتشوف الفرق. الناس بترتل من قلوبها لما بيقول لك احنا هو الالفا والاوميجا هو الالف والياء البدايه والنهايه. ناس مؤمنه بحقيقي خلاص مش قول له يجي لك عشان سندوتش ولا قرش ولا ساعه ولا بتاع. ولكن يا سيدنا في ناس عندها فكر مغلوط لان الفكر المغلوط عن افريقيا كبير جدا في مصر للاسف الشديد. وده اللي انا عايز اتكلم عليه يا سيدنا نوضح للناس لان لغايه النهارده في ناس بتشوف ده بشرته سمراء وكان يعني حد مختلف عن باقي البشر. ما حدش يعرف ان الناس دول اصحاب القلوب البيضاء. هم لا شك الانسان هو انسان وخلق على صوره الله ومثاله. صحيح. وقلبه مستعد للروح القدس. ولما بيحطهم في المعموديه بيتغيروا بيتولدوا من الماء والروح. الله زينا كلنا. مين اللي قال ان رن الجلد يخلي الانسان مستحق للخلاص ولا وبتاع؟ صحيح. الله يعني حاجة عجيبة قوي. وابتدوا بقى انا وجدت في البطرخانة في الاول لما ابتديت خدمتي سنة 76 واترسمت اسقف ناس تقول لي ايه؟ تقول لي انت واخدها جد قوي. امال هي هزار؟ انا النهار ما 13 يونيو 66 لما البابا شنودة قرر يرسمني اسقف عام لشؤون افريقيا كان في بقى المنوفية والاقصر والمنيا وكل اسقف جديد من دول معاه شعب بالالاف. والزغاريط قد ايه لما تضرب. فبعد ما اترسمنا كلنا البابا جاب العكاز والعمه بتاع كل اسقف كل واحد بالقدمين كرسي المنيا والعكاز والعمه زغاريط بقى وهيصه ويعني عندك فكره بقى طبعا تعرف شعبنا يعني. كرسي المنوفيه كرسي ده ست كراسي. جه عندنا حاطين العمة وداني عكاز وقال لي افريقيا. صمت. رايح فين ده؟ ده رايح المنيا وده رايح المنوفيه وده رايح الاقصر وده مش ده رايح في مجهول. عارف مين اللي كانوا حواليا؟ شعب القريه ابو زعبل.
اللي كانوا حواليا في الاسلام. ما فيش شعب ولا رايح افريقيا فين؟ ده رايح في المجهول. ده لسه ما فيش ولا واحد اتعمد. مع ذلك انا خدت اشوفيه. انا طبعا اتاثرت جدا. لكن بديت لما رجعت كينيا تاني بديت اشتغل العمل اللي عملته 6 شهور قبل ما وابتدت تمتد والاقي ايد ربنا بتشتغل معايا بشكل مش ممكن ابدا. انا هكتب الكتاب الخامس. الكتاب الخامس ده هحط فيه كل ما هو غير عادي وايد ربنا في الخدمه دي. لان النهارده بعد ما الناس في مصر فاكره انه او اسقف عامل شؤون افريقيا هو رايح مجهول. النهارده لما بعد ما انا خدمت كاسقف عام لشؤون افريقيا قبل المطرنيه دي 43 سنه كله على بعضه 53 سنه. ولكن اللي عايز اقول لك عليه واضح قوي لما قال لهم دفع الي كل سلطان ما في السماء وعلى الارض اذهبوا للعالم اجمع. صحيح يا سيدنا. اذهبوا يعني كله وكرزوا للانجيل لخليقه كلها اكرزوا الانجيل للعالم اجمع. عمدوهم بسم الله والابن والروح القدس وعلموهم. خد بالك بالجايه دي وعلموهم وعمدوهم انا معكم. انا معكم. لو تسمح لي يا سيدنا انا زيرو وزيرو هذا انا لغايه دلوقتي حاسس بزي. لكن لما تحط معك مين ده؟ واحد بقى 10 العدد الكامل. النهارده طبعا انا ربنا ساعدني في ان انا اسس كنائس واراضي ومباني وشعوب ومعموديات في 12 دولة. صحيح يا سيدنا. الله من لا شيء. لو تسمح لي على المجهول قبل ما نتكلم عن ثمار الخدمة تسمح لي يا سيدنا ان احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل عن يافطة. اتفضل. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ولسه الحديث فيه بقية كثيرة. هنتكلم عن افريقيا ومرحلة الخدمة وتعب سيدنا بالخدمة. خليكم معنا.